ان شاء الله النهارده هنتكلم مع بعض على موضوع جديد وهو الدريل سترينج فايبريشن. يمكن تعريف الفايبريشن بصفه عامه ان هو الحركه الناتجه في اي مكنه او نظام او تركيب نتيجه تاثره بقوه معينه. In the late morning of November 7, 1940, a 40-mile-per-hour windstorm buffeted the four-month-old Tacoma Narrows Bridge in Washington State. The bridge's design stopped the wind rather than funneling it through, setting up transverse vibrations. As these vibrations worsened, the bridge went into a series of torsional oscillations which steadily became more violent, finally resulting in the dramatic collapse of the span. The same dynamic forces which destroyed this infamous bridge can also cause damage to your drill string and BHA components. إذا طبقنا الكلام ده على المجال بتاعنا اللي هو مجال حفر البترول والغاز هيبقى المقصود بالفايبريشن هو الحركة الغير مرغوب فيها لعمود الحفر ككل مما قد يؤثر على مكوناته أو على مكونات البريمة نفسها. وحسب الإحصائية اللي اتعملت سنة 2005 فتكلفة هذا التأثير بالسلب على صناعة البترول بلغت 31 مليار دولار ما بين دمار لمعدات العمل وتخريب لمعدات البريمة ومشاكل في الهول اللي بتتحفر نفسها. ودي بعض الأمثلة للتأثير المدمر للفايبريشن اللي ممكن تشتمل على قطع في العمدان أو دمار لدقائق الحفر أو شروخ في المواسير إلى آخره. بما اننا عرفنا الفايبريشن في المجال بتاعنا ان هو حركة غير مرغوب فيها لعمود الحفر فالحركة دي ممكن تكون من اعلى الى اسفل يعني لو انا البريمة بتاعتي من الطراز القديم اللي هو كيلي الاقي الكيلي والكيلي بوشنج بيتحركوا من اعلى الى اسفل في مدى قد يصل الى 3 بوصة لو انا في النظام الحديث بستخدم التوب درايف هلاقي التوب درايف والخراطيم والاجزاء بتاعه البريمه كلها المتصله بعمود الحفر بتهتز اهتزاز عنيف من اعلى الى اسفل وعادة بيبقى في علاقة ما بين معدل حدوث هذه الظاهرة ومعدل دوران عمود الحفر أو دوران الكلي ممكن ما تكونش علاقة مباشرة ولكنها ترتبط بيها بدرجة ما وغالبا الموضوع ده اللي هو حركة السترينج لفوق ولتحت بيبتدي بدرجة بسيطة ولكن مع الوقت بيبتدي يزيد ويبتدي تأثيره على التوب درايف أو على الكلي يبقى ملحوظ وممكن توصل الدرجة إلى أن التوب درايف أو الكلي يبتدي يوقع مسامير وصواميل وعادة لما الدقاق اللي استخدم في الحفر ده بيطلع فبيكون متدمر تماما بالشكل ده ومن الطريف ان بعض من الجيل القديم من الحفارين كان بيلاحظ وبيعرف ان في بعض انواع من الفورميشنز معدل الحفر بيتحسن لما يبتدي الدقاق يتنطط لفوق ولتحت بالصورة دي وبناء عليه ان هو ساعات بيحاول منه لنفسه ان هو يغير في معدل الدوران اللي هو الـ RPM
إلى أن يصل إلى قيمة معينة يبتدي يحصل فيها التنطيط ده، وفعلا المعدل الحفر بيتحسن، ولكن طبعا على حساب حاجات تانية. والنوع ده من الحركة هو ما يطلق عليه الأكسيال فايبريشن أو البيت باونسينج، وإن شاء الله هنتكلم عنه في المرة اللي جاية بالتفصيل، ذاكرين أعراضه وطرق تمييزه وأسبابه ومحاولة معالجته. في نوع تاني بقى من الفايبريشن، الحركة فوق وتحت دي ما بتبقاش كبيرة، ولكن الديرك نفسه كديرك، الدريل لاينز لو في مواسير موجودة على الديرك بتلاقيها بتتحرك يمين وشمال، وواحدة واحدة الشدة بتاعت الحركة بتزيد إلى أن تصل إلى درجة كبيرة زي اللي قدامنا ده. والحركة دي لو استمرت بتبتدي شدتها تزيد مع الوقت، وقد تصل الى درجة انها تبتدي تحل او تفكك الصواميل اللي ماسكة الديرك، وربما في البراريم الصغيرة زي البريمة اللي قدامنا دي انها تؤدي الى ان البريمة نفسها تنقلب على جنبها. ووضح هنا ان حصل توافق ما بين معدل الحركة الجانبية للدريل سترينج وما بين التردد الطبيعي لجسم البريمة نفسها فيما يعرف باسم الريزونانس. والحالة دي هي ما تعرف باسم اللاترال فايبريشن او الويرل، واللي هنتكلم عليها ان شاء الله في المرة اللي بعد اللي جاية، وبرضك هنتكلم عن شواهدها وطرق تعيينها واسبابها وكيفية او محاولة التغلب عليها ان شاء الله. وقبل ما نكمل فدي فرصة ان احنا نوضح ان في ما يعرف باسم الناتشرال فايبريشن او الفايبريشن الطبيعي، وليه اسم تاني اللي هو الفري فايبريشن او التذبذب الحر، اللي فيه بيبتدي يهتز الجسم بعد تعرضه للإثارة المفاجئة بمعدل معين. هذا المعدل هو ما يعرف باسم التردد او المعدل الطبيعي للاهتزاز. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا لو عندي قضيب حديد او جسم او شوكة رنانة زي اللي في الصورة دي وخبطتها خبطة هتبتدي تهتز، وهتبتدي تهتز بمعدل معين. هذا المعدل هو ما يعرف باسم الناتشرال فريكوانسي وتقاس بوحدة الهيرتز. لو انا خدت نفس العنصر ده وبعد ما قمت خبطه خبطة وابتدى يهتز بالمعدل الطبيعي بتاعه وقست او سمعت الصوت اللي ناتج عن الاهتزاز اللي هو السعة او الامبليتيود، وبعد كده قمت حاطط العنصر ده في المية او في عسل او في اي مادة لزجة، هبص الاقيه هيستمر يهتز بنفس المعدل
ولكن السعة هتقل أو شدة الصوت هتقل. أما تعريف الهيرتز اللي هي وحدة قياس الاهتزاز أو الفريكوانسي، هو معدل تكرار الحدث في الثانية. على سبيل المثال، لو أنا عندي حدث بيتكرر 60 مرة في الساعة، فلما أجي أحسبه هو كام في الثانية، هقول 60 على 60 دقيقة على 60 ثانية، تقريبا هيطلع 16 من 1000. يبقى الفريكوانسي بتاع حدوث هذا الحدث اللي بيحصل 60 مرة في الساعة هو 16 من 1000. طيب لو العكس، لو انا عندي حدث المعدل بتاعه او التردد بتاعه اللي هو الفريكوانسي نص هيرتز، طيب الحدث ده هيتكرر كام مرة في الدقيقة؟ يبقى نص، الدقيقة فيها 60 ثانية، يبقى نص في 60 هتساوي 30 مرة في الدقيقة. يبقى الحدث اللي الفريكوانسي بتاعه نص هرتز بيتكرر 30 مرة في الدقيقة، يعني هيتكرر 1800 مرة في الساعة. نوع ثالث من الحركة اللي ألاقي فيها إن الكلي أو المواسير في حالة التوب درايف سرعتها بتبتدي تقل تدريجيا، ربما تصل إلى درجة التوقف للحظة. بعد كده تبتدي تلف بسرعة كبيرة جدا، تصل إلى عدة أضعاف السرعة الأصلية. والموضوع ده يتكرر على فترات منتظمة، يعني ليه معدل منتظم للتكرار. وبمراقبة الترك في النوع ده من الحركة لاحظ ان هو بيبتدي يزيد تدريجيا كلما قل سرعة دوران المواسير، بيصل الى اقصى قيمة ليه عند القيمة اللي تقريبا بيتوقف فيها السترينج عن الدوران، وبعد كده يقل تدريجيا ويصل الى اقل قيمة ليه عندما يصل السترينج الى اعلى قيمة دوران. وهو ده النوع الثالث من الفايبريشن اللي هو بيعرف باسم التورشنال فايبريشن او الستيك سليب فايبريشن ميكانيزم. من المشاهدات اللي احنا ذكرناها قبل كده نقدر نقول ان الحركة المتكررة الغير مرغوب فيها للمواسير او للدقاق هي عبارة عن ثلاث أنواع، واحدة في الاتجاه الرأسي، وواحدة في الاتجاه العرضي، وواحدة في اتجاه العصر، فيما يعرف باسم الأكزيال واللاترال والتورشنال فايبريشن. المودز دي نادرا ما بتحصل بصورة منفردة، ولكن صحيح ممكن تكون اتجاه منها هو اللي سائد، ولكن ده ما يمنعش من مصاحبته لاتجاهات تانية. مجموعة الاتجاهات دي مع بعضها هي ما تعرف باسم الفايبريشن ميكانيزمز، ودي في منها انواع عديدة يمكن تلخيصها في الست انواع اللي قدامنا، واللي ان شاء الله زي ما قلنا هنتكلم عليهم بالتفصيل فيما بعد.
كل ميكانيزم من الميكانيزمز دي بيتميز بمعدل تردد معين او بفريكوانسي معين بيميزه عن غيره من الميكانيزمز. وقبل ما اختم المقدمة احب اقول ان مفيش حفر من غير فايبريشن، ولكن الهدف هو محاولة السيطرة على هذه الفايبريشن في اقل درجة ممكنة. وعلشان اعالج ظاهرة معينة لازم الاول اعرف اشخصها وبعد كده اوصف ليها العلاج، وان شاء الله هيكون هو ده هدفنا في المرات اللي جاية، ان احنا هنحاول نتعرف على كل نوع من هذه الانواع بالتفصيل، ازاي نشخصه وازاي ان احنا نحاول نعالجه.